انت على الصدفه فوق. هو كابتن زكي مش موجود عندكم هنا؟ زكي مين؟ زكي عبد البصير ده صاحبي قوي بقى. في حد من القروق اسمه زكي عبد البصير؟ ما عندناش الاسم ده. ايوه موجود عندك، ده الحته بتاعتنا كلها عارفه كده. يمكن على مركب تانية. الكابتن زكي اللي انا قصدي عليه ابوه بقى فسخاني عندنا في السيده زينب. احنا مالنا ومال والده؟ بقول يعني كنت افتكروه من ريحته. ارجوك اتفضل ما تعطلش بالكلام. زكي اهلا ممدوح. ايه ده زكي اللي بتعمله ده؟ يالا ازيك يا ممدوح؟ امال ايه حكايه الكابتن اللي انت هريل بيها في الحته دي؟ ده كلام بس عشان الجيران يحترمونا، ما انت عارف الدنيا كلها مظاهر. شاطر بس تقول لي سافر وانا نايمك اجدع نومه. ما احنا فيها. في ايه يا جدع بلانيله؟ ما الحكايه باينه ايه؟ وشرفك هتنام في اجدع كابينه، هات شنطتك وتعالى ورايا. على فين؟ كابينه نمره 3 لوكس فاضيه. الظاهر ما حدش حاجزها ونام فيها. وبعد شويه تنزل انت من المركب وتدبس انا في مصيبه. الله اطمن، المركب هتمشي خلاص. قوم يلا قوم قوم. مساء الخير. في عرضك بلاش فضايح. اهدي اعملي معروف. اهدي امسكي اعصابك. امال انت مين؟ انا عبد من عباد الله. حرامي؟ معقول حرامي في وسط الميه؟ ثم حسر ايه والكابينه فاضيه بتنش. الموضوع استهانم وما فيه. انا لازم اسلمك لقبطان البلد. ما صحش، انا شاب محترم وابن ناس. ثم ان الموضوع ما فيه، ما فيش شاب محترم يطلع من تحت السرير. ازاي ده؟ كل الشبان المحترمين بيطلعوا الايام دي من تحت السرير، وده الناس طيبين قوي بيطلعوا من تحت السرير. ثم ان مساله فوق السرير تحت السرير دي مساله ظروف مالهاش علاقه بالاحترام. الموضوع ما فيه. مش عايز اسمع منك ولا كلمه، ولو نطقت بكلمه واحده هسلمك لقبطان المركب. فاهم؟ اتفضل اطلع بره. انت واقف متنح كده ليه؟ ما تنطق في ايه؟ مش سعادتك قلت لي ما تنطقش؟ وديني بقول لك انطق. لا ما انا كمان ليا شخصيتي، وفي موقف زي ده لازم حضرتك تحددي وبكل وضوح، انطق ولا ما انطقش؟ في ايه؟ خلصني. ممكن اخد شنطتي من تحت السرير؟ اتفضل خدها وخلصني. انما انت هتنامي لوحدك على سريرين؟ اتفضل بره. اصل الموضوع ما فيه،
قلت لك بره لوحدي على سريرين دفتره. الله العظيم دفتره. في ايه لمؤاخذه؟ عادل عاشق. والله جه في وقته. الجماعه بتوع المركب دول ما بيزدوش حاجه ابدا. يلا يلا قوموا اتعشوا. انت تاني دي بلاش اتعشى انا ولا ايه؟ تؤمر بيه يا سعاده البيت؟ هو مش المهم امر بايه، المهم انتوا حاجاتكم كويسه ولا اي كلام يعني؟ لا يا فندم باذن الله هكون مبسوط. تسمع تذكره؟ تذكره ايه؟ احنا في اتوبيس وانت جرسون ولا كومساري؟ سعادتك فهمني غلط. هو هتكون فاكرني ان انا راكب سفلاق؟ الناس دي عليها حاجات ما بتعرفش تتعامل مع الشخصيات المحترمه ازاي. انت مالكش اكل عندنا هنا؟ ماليش اكل هنا؟ امال ايه اكل فين؟ هنديها تساؤل على المركب يعني ولا ايه؟ هنا درجة أولى وبس، أنت مالكش أكل على المركب هنا، اتفضل ما تعطلناش، اتفضل بره، اتفضل. رمية التذكرة دي يعني ممكن تضيعها. المواصلات بقت زي الزفت. اتفضل يا أستاذ. طيب. الواحد يركب ايه بقى؟ مش عارف. مش عايز اي خدمه، اي خدمه على المركب انا تحت امر حقيقي يعني. اي سندوتش اي. اتفضل يا استاذ اتفضل اتفضل. محدش مستريح في الزمان ده غير بتوع الدرجه الاولى. يا بني آدم. الله راجعني حاجة في عفاريت هنا. شو بقى حركات العيال دي؟ انا ما احبهاش. قصدك ايه؟ قصدي كل واحد طابع ملاقوش يا بني ادم. انت اتجننت؟ اتجننت ولا كيسك اللي اتجن؟ ايه؟ النبي عايزين عيش يا عم الريس. عيش تشكر اخويا ربنا يخليك. معانا يا جدع مد ايدك ما تتكسفش احنا جدعان قوي. انت صدقت تعبوا ايه؟ تعبوا ايه؟
صباح الخير. زعلها وحش قوي الست دي. لسر وطان وطاقم الظاهرة أن يرحب بكم ويقدمون لكم هذا الحفل احتفالا بكم، ونرجو أن تقضوا معنا وقتا ممتعا. ودلوقتي نبدأ المسابقة. المسابقة يا جماعة بين أربع ركاب، ها مين يحب يشترك معنا؟ طب يعني اللي هيشترك يرفع ايده فوق كده. طب اوكي اوكي، اللي هختاره منكم يجيني هنا ويجيب كرسي معاه. ماشي. اتفضلي حضرتك. اتفضلي. ايوه. اتفضل حضرتك. اتفضل استاذ. مين تاني؟ طب اتفضل سيادتك. اتفضل. اتفضلي حضرتك. بس كفايه كده قوي قوي. ودلوقتي اسمحوا لي اشرح لكم المسابقه. كل واحد من السادة المشتركين هياخد بالونة ومنفاخ، وكل واحد هيقعد على المنفاخ ويحاول ينفخ البالونة، واللي بالونته هتفرقع الأول هياخد جايزة المسابقة. بسرعة لو سمحتوا. بسرعة. أيوة. ها 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 يا جماعة، إيه جاهزين؟ كله تمام؟ هنبدأ. يلا تلاتة اتنين واحد زيرو. دلوقتي اقدم لك الجايزه الاولى، بالونه بدل اللي اتفرقعت. والان نترككم مع انغام الموسيقى. كنت كويس انا مش كده؟ ها؟ طب قولي لي مبروك، احسنت يا استاذ. هايل يا كابتن. انا مش لسه واخد بطوله البحر الابيض قدامك؟ تكونش حضرتك فاكر انك اشتركت في الاولمبيات؟ اكتر ده انا مفرقع بالونه بحالي والواحد. ايوه كده فكيها، بحبكها قوي كده ليه؟ مفيش حاجه في الدنيا دي كلها مستاهله. وبعدين انت عايز ايه بالظبط؟ نفسي تديني فرصه، اصل موضوع ما فيه تاني. ما قلتلك مش عايز اسمع حاجه عشان ضميري يستريح. طيب اتفضل قول. اصل انا ست هانم راجل ابن ناس، انما بالنسبه لظروف الماليه مش ابن ناس قوي يعني، فانا التذكره بتاعتي اصلها على السطح، واخده بال حضرتك؟ ليا واحد صاحبي بيشتغل في المينا، قال لي الكابينه بتاعتك واخده بالك فاضيه والمركب هتقوم، ما تروح تنام فيها. قلت له اوكي. دخلت الكابينه ولسه هحط دماغي وحطقلت في النومه بقى. جيت حضرتك رحت انت نازل تحت السرير. ما انا ما لقيتش حته تانية استخبى فيها. طب ونمت ازاي الليله اللي فاتت؟ نمت هنا على السطح في الهواء الطلق. ياه، ده انت تاخد برد كده. لا ده احنا عيال بقى ولاد بلد متربيه في حواري وصحتنا تسلك في الحديد، امال ايه؟ شفت ازاي بقى انك خدت برد؟ لا ده شويه سل خفيف كده ما يهمكيش. دي أول مرة تسافر على مركب؟ لا أنا سافرت قصدي مرتين وأنا طالب، ودلوقتي بقى أخدت البكالوريوس وخارج أجرب حظي. تفتكر يعني هتلاقي شغل بسهولة؟ والله بقى بسهولة بصعوبة ما تفرقش معايا، المهم إن أنا مصمم على النجاح.
ثقتك في نفسك كبيرة. يعني انت مش زعلانة مني؟ يهمك تعرف. طب ما هو اصل لو ما كانش يهمني اعرف ما كنتش اتنازل عليك عشان اكلمك واشرح لي كل حاجة. المرة دي جت سليمة، بس اوعى بقى تعملها تاني. معقولة؟ كل شوية اقعد انطلق بقى ولا ايه؟ طبعا اذنك، اروح ارتاح شوية لحسن المركب هتوصل الصبح بدري. مع السلامة يا فندم. انا هكون في الاوتيل ده لمدة يومين، لو احتجت اي حاجة بقى اتصل بيا. متشكر اوي، حقيقي متشكر اوي. والله ظريفة اوي الست دي. الو اكسكيوز مي مدام، فين الريسبس؟ في ايه؟ انا كنت نايم في اسد النومه، لقيت الباب بيخبط، قلت مين؟ البوليس. قلت يا لخوي انا ما نخبس البوليس ده ليه؟ ما كنت في مصر، كنت كل ليله نباتوا في التخسيبه كراكون بولاك، وده على سني على الخمره بتاعنا مخصوص. والله ولا مخصوص ولا حاجه يا اخينا. البوليس جه وصحاك وعايزك. انا مالي انا؟ البوليس مش عايز انا يا مدام، البوليس عايزك انت يا مدام. انا كليزي هاتسي اوشي ملاي كتلبي. باركالو تفضل. ريستو بارابولي اكسو. ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو. تشيكين اوي يا جدعان. ريستو بارابولي يا خرب. زعلانه مش كده؟ على كل حال حضرتك قلت لي لو احتجت اي حاجه ابقى اتصل بيا. مش معنى كده انك تصحيني الفجر وتجيبني اسم البوليس. معاك حق يا بايخ، لكن اعمل ايه؟ قالوا لي يا تدفع التعويض لصاحب المقاطعه يا تتحبس. انا مش قادر افهم، انت جاي تدور على شغل ولا على مشاكل؟ يا ست هانم ده راجل نصاب وأونطاجي. تصوري حضرتك حاطط تسعير على باب المطعم، قريتها عجبتني، قلت اتكل على الله واخش اتعشى. بعد ما اتعشيت بيديني فاتوره تقطم الوسط، ملهاش علاقه بالتسعير اللي على الباب خالص. جيت اتفاهم معاه زعقلي. رحت انت ضربه؟ انا كلمته، ده هم يا دوب نيتين وشلوتين وافتكر ركبتين وسيف يد وبس. بس وعضيته، عضيته في ال يعني عضيته. يلزم خدمه تاني؟ طب ممكن اعرف عنوان حضرتك عشان لما ربنا يفرجها ابعت لك الفلوس اللي انت دفعتها لي؟ اذا كان على الفلوس انا مش عايزاها، واكون سعيده جدا لو ما شفتكش تاني. لا ما انا لازم اسدد اللي عليا. وانا مش عايزه يا اخي. اما ايه يا قوي الست دي؟ يعني عاجبك كده؟ ملابس طول الليل وكمان مفيش بسيس؟ حظك كده بقى، هتعمل ايه؟ امال مين هيدفع الاوفر تايم؟ ده لولا انا كان من زمان سنقوك عند الاسماوي بتاع اليونان. يا عم حل عن سماي، هو انا لا اكل؟ ده انا على الحديده. الحديده؟ ايوه، تشتري الحديده؟ انا برضو كنت في مصر وجدع. انا سفلك سفل. بتتكلم جد؟ Dinner is ready, sir. Dinner is ready. طيب تعالى بقى بحاجة. إيه بكشيش something.
حتى الخواجات بقوا كحيتة. لعل أبوك ولا تكلم. دينار تعشى. دينار يعني هتتعشوا ولا هتبوسوا؟ حددوا موقفكم بالظبط. بوس ولا عشا؟ مسيو يا مدام ولا هم هنا؟ دينار يا جماعه دينار مش عايز انت دينار. عشا العشا. اوكي اوكي. يا عيني يا عيني. لا لا عيد. لا بجد العيد. لا يعني نظام تمام. عشا ايه اللي هتتعشوه؟ اللي انتوا بتعملوه ده ابدع من العشا 100 مره. ما احنا طول عمرنا بنتعشى. خدنا ايه من العشا؟ مش معقول. بتعمل ايه هنا؟ يعني زي ما حضرتك شايفه بخش كل اوضه اقول لهم دينا نزل يا دي واقعد اتلكح شويه بنحنح علشان يدوني البقشيش ومحدش بيعبرني فباخد بعض وامشي. بيبقوا في حالات غريبه كده. مش معنى اللوكاندا دي بالذات اللي بتشتغل فيها؟ فاكره حضرتك الراجل اليوناني اللي كان بيترجم لنا في الاسم؟ ايوه. جه بعد حضرتك ما مشيتي عايز الاوفر تايم بتاعه. لما عرف ان انا مفلس صعبت عليه شغلني معاه. طب والله كتر خيره. طب حافظ بقى المرة دي على أكل عيشك. إن شاء الله يا فندم. خدمة تانية يا فندم؟ لا متشكر. هو حضرتك هتسافر بكرة؟ إن شاء الله. في الحقيقة أنا عمري ما هنسى طيبة قلبك وكرم أخلاقك. أنا ما عملتش حاجة. ثم إحنا ولاد بلد واحدة والمفروض نساعد بعض على قد ما نقدر. يعني مسامحاني؟ مسامحك. شكرا يا فندم. في الحقيقة يعني أنا متشكر. إن جيت للصراحة يعني متشكر أوي. أستاذ ممدوح. نعم نعم. محتاج الفلوس؟ لا يا فندم متشكر. أنا دلوقتي الحمد لله بقيت موظف محترم أهو. على كل حال لو احتجت لأي حاجة من هنا لبكرة أنا تحت أمرك. يا فندم أنا متشكر أوي. وبعدين أنا عايز أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا. أنا متشكر حقيقي يعني. هلو. هلو مدام. هلو. يا سلام. أول مرة حد يحترمني في اللوكاندا بالطريقة دي. لا الخواجات مؤدبين. ست مهذبة صحيح. هلو. دو كلبي فوزات. يعني دو كل دو كلبي فوزات في دو كل موليفر. احنا في الإعدادية خدنا أورفار بابا أورفار ماما. من أي بلد؟ جي ايام جيبشان. جو سي يو عمر شريف. نو ايام عمر الجزاوي. كيزمي كيزمي. نو كيزمي. اي كام. نو مدام كيزمي. مدام كيزمي. لا كنت جيت قبل كده ب 80 سنه. كيزمي. ممكن موني. نو نو مدام. نو مدام كيزمي. بليز بليز جون مدام. نو موني. نو مدام بليز. مدام. نو عمر شريف. عمر شريف. عمر شريف. الحين استهانم. ايه في ايه مالك؟ واحدة ست هي عائلة صغيرة وزي القمر بس عايزة تعتدي عليا. تعتدي عليا. ايه؟ عمر شريف. عمر شريف. شفت بقى؟ شفت حلاوتها؟ عيلة عيلة. جتام جتام عمر شريف. ايه ده؟ جتام عمر شريف. جتام. شوفها مالها مدام. يا جميل فوق. الله يخرب بيتك هتودينا في داهية.
ماتت. هتعملي ايه؟ هكلم مدير اللوكاندا. اعملي معروف بلاش احسن، لو عرفوا ان انا السبب هيقطعوا عيش. يا سلام، وعايز اسيب واحده ميته في اوضتي عشان يقطعوا رقبتي بدل ما يقطعوا عيشك. اه مظبوط طبعا. طب انا هقول لك على حاجه، احنا هنستنى لما رجلي تخف وترقى شويه، اجرجرها على اوضتها وانا مش شايف ولا من دي. انت اكيد مجنون. لا هو انا مش اكيد مجنون، انا اكيد منحوس. قدامك اللوكاندا واسع، ما لقيتش الا اوضتي انا تجيب لي فيها البلاوي دي. مش انت قلت لي لو احتجت حاجه باجي لك؟ لكن مش تجيبني معاك قتيل. هو انا كنت قاعد مع عزريل على القهوه وقال لي انها هتموت هنا؟ ده عمار يا فندم، والاعمار بيد الله. طب اتفضل شيلها من هنا حالا. طيب حاضر. ماشي خلاص. انا قلت خليها من هنا احسن. طب معاكي سلبه؟ مفيش سلبه هنا. طيب ايدك معايا استهاني من فضلك. كمال انا بس ومال ده كله. استهاني ما تخافيش، دي ميتها مش هيحصل منها حاجه، وبعدين كلنا سوف ناخد هذه الرقطه، في اخر الامر جميعا سوف ناخد هذه الرقطه. يلا جميل، يلا استهاني. يا ربي. استني بقى ايه؟ شوفي ربنا سبحانه وتعالى ما اتحضنتش وهي عايشه تقوم تتحضن وهي ميته. ربنا سبحانه وتعالى له حاجات. عمر الشريف نفعك يا اختي. ليك روح جميل. يا مريض وضمني. انا بقولت انت بلغي اللوكاندا احسن استهانم. بلغي اللوكاندا ارجوك. بلغي اللوكاندا. باسبور باسبور. ما اخدوا الباسبورات ليه؟ عشان نشوف الاشماوي بتاع يونان هيشنقوا مين فيكم. المركب وعليها 1000 راكب، وبالرغم من كده حظي الوحش ما يوقعنيش الا فيك انت. حظك منيل، نصيب بقى. والمصيبه انك قاعد ولا على بالك. يعني انا اعمل ايه؟ ارقع بالصوت، الم اتينا عليا، اشد في شعري، اقطع في خلقاتي. اتصرف يا بني ادم، اعمل اي حاجه. هنعمل ايه؟ الوليه ربنا اكرمها واتجت على الله وارتاحت من الدنيا وبلاويها، واحنا مظلومين وهتتضح براءتنا ضروري. وامتى بقى ان شاء الله هتتضح براءتنا؟ هتتضح بقى وقت ما تتضح. احنا ورانا حاجه، ادي احنا قاعدين. الكلام ده تقوله لنفسك لانك صايع. عندك حاجة. أنا نسيت نفسي. أنا جاي أعتذر. الموقف اللي اتحطيت فيه خلاني اجرح شعورك بكلام انا ما اقصدوش. مفيش حاجه، الكلام اللي قلتيه هو الحقيقه. ابدا، انت شاب شريف ومكافح، وده مش عيب. بشويه امل وشويه صبر ان شاء الله حبيبي. ليش ما حضرتك كنت بتتكلمي كده يا ولد البنت بالفقرا اللي زينا؟ يا سلام، وليه ما كنتش افقر منك وتعبانه في حياتي عنك كمان؟ النبي استهل، مش عايزين تريقه كفايه اللي احنا فيه. ده في واحدة قاعدة فوق لسه ما اتدفنتش. أنا بتكلم جد، صدقني. شوف يا أستاذ هانم، أحب أقول لك على خبر هام. اتفضل قول. إحنا قال ما خلصت قوي نفهمها وهي طايرة. وبعدين؟ بس انتهى الخبر الهام. وإيه رأيك بقى يا أستاذي اللي بتفهمها وهي طايرة؟ إني بشتغل مربية عند عيلة مصرية عايشة في الخارج. شفت بقى إزاي إن كفاح مش عيب؟ الله، والكابينة اللوكس اللي على المركب، واللوكاندا اللي تلوح. كل دول كانوا محجزين للهانم اللي بشتغل عندها، ولما اخرت سفرها سبقتهم انا عشان اوضب لهم البيت. ورحت عامله فيها بنت ابو علي. يلا، حد واخد منها حاجه؟ وهريتينا قلاطي اهو تسالي. الله يخرب بيت الشيطاني، ده اللي كان يشوف الفشخره بتاعتك على المركب يفتكر انك انت امبراطوره. الله العظيم. يا خساره، الاسماء والتخينه ملوش خز المره دي، تلاقيته براح. الله يخرب بيتك، وده حاجه تزعل. على يا خال، انت مفيش شغل معايا من النهارده. ما انا عارف اني مرفوض من غير ما تقول، وهي اللوكاندا دي زريبه. الخريف اسود، تعملته ساكله معانا كمان؟ لا، شوف اما اقول لك. المهم انا ممكن اسافر النهارده؟ ممكن مدام،
بس ما الكيس دوا بالراجل السودالي ده. يا جدع عيب حسن ملافظه، مش حل ما اخواتش خواجه. عن اذنكم. بتبص على ايه؟ بص لي هنا. سلطة بتاعك اهي، وريني ارض كتافك. انا مش همشي من غير ما اخد تعويض. شوف حبيبي، خينا في اللوكاندا في عندنا خمسة راجل زي الخيطة. بيسارة واحدة ممكن يجي يتفاخر معاك. خمسة خمسة؟ خمسة خمسة. زي الخيطة؟ زي الخيطة. السلام عليكم. أشوف وشك. لا معلش هوصلك المطار. مفيش داعي، أنا سافرت قبل كده كتير وعارفة السكة. لا 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 لا، هوصلك المطار. تروح شمال تيجي يمين برضه هوصلك المطار. بس عشان ما عطلكش. هو في صايع بيتعطل؟ يلا. لازم يعني سفري اكل عيش. هما بيدفعوا لك كتير في الشغلانه دي؟ يعني يا دوب. طيب مبسوطه من الشغل معاهم؟ ان جيت لي الحق لا، انما مفيش انما. لا ما هي عادله ولا مبسوطه، ليه تروح لهم؟ امال هعمل ايه؟ خليكي معايا، ايدك في ايدي نكافح سوا، وبكره باذن الله هتشوفي هنكسب قد ايه، وليك على اللي بيدفعوا لك في سنه هنكسبه احنا في شهر. معقول؟ انا جربت الشغل بره وعارف، وخدمه بخدمه بقى المكسب اجدع، وهو تعملي حاجه لمستقبلك. ايوه بس دول كانوا يزعلوا قوي. اللي يزعل يشرب من البحر. اسمعي كلامي وبعتي لهم جواب استقاله، صدقيني هننجح وهنبقى اخر عال. انا حاسس ان ادامنا هيبقى خير على بعض. واضح جدا، بدليل ان احنا في يومين اتنين رحنا اسم البوليس واتهمونا في جريمة قتل، ولسه مين عارف. وماله، اللي أوله صعب آخره راح. قلت إيه؟ موافق مش كده؟ طبعا الحمد لله. هو أنا لسه قلت حاجة؟ أنا كنت واثق إنك أنت هتوافق. استنى هنا يا اسطى. ستوب هير بليز يا اسطى، ستوب هير بليز يا اسطى. يلا انزلي انزلي، الخيرة فيما اختاره الله. بالذمة انا مش مجنونة اللي سمعت كلامك. طبعا، بس انا عايز اقولك على حاجة. انا اللي يمشي ورايا يكسب. قصدك يغرق؟ يغرق في النعيم والعز. قولي انت دايما واخد الدنيا قفش كده؟ ما هو يقفشها انا، هتقفشني هي. قول نتغدى هنا ولا نشوف حته ارخص؟ لا نستنى ما نشوف حته ارخص. برافو عليك، انا يعجبني الست المدبره. نظامنا ايه بعد الغدا؟ نشوف حته رخيصه وظريفه ننام فيها، وبكره الصبح بدري هنسافر على بلد صغيره هنا، عنوانها معايا. في واحد صاحبي كان بيشتغل جرسون في مصر، هو هاجر هنا. هو وعدني اني هدور لي على شغل اول ما اوصل. طيب خليني وراك اما اشوف اخرتها. اخرتها طين طبعا. طبعا مش هتشيل انت حاجه هنا؟ لا جنتل. ها جنتل انا. مش انت الراجل؟ اتدبس انا بقى عشان جنتل. ها الله العظيم. لا عشان انت الراجل. انا الراجل اتدبس انا. ايه رايك في اللوكاندا دي؟
كويس، بس تلاقي الليله فيها مليون جنيه. قصدك ايه؟ قصدي ندور على غيرها. غالي جدا. ايه؟ اوعى تقول انه غالي. والله غالي. ما هو لازم ننام. ايوه بس الفشخره مش كويسه للي زينا. فشخره ايه بس؟ طب اسمعي، انا جات لي فكره. قول وربنا يستر من افكارك. قالوا لي في الاستقبال ان في اوضه فاضيه في الدور الثالث. انا هروح اجازة الواحد علشان تبقى رخيصه، وانت تحصليني بعدين ولا من شاف ولا من دري. ايه؟ ننام في اوضه واحده؟ وفيها ايه؟ فيها ايه ازاي؟ يا ستي لو طلعت مش ولا بد ابقى العب الصوت ولم عليها العالم. تعال هنا. الدور الثالث ها؟ ما تنسيش. عليا النعمه انت مجنون رسمي. تنحلي كده ليه؟ ها؟ بقشيش. نو ايام بوليس. بوليس عندنا ما بيدفعوش بقشيش. ها؟ يلا حبيبي، مع الف سلامة. جود باي. باي باي. تضحك على ايه؟ تضحك على ايه؟ مش مصدقة طبعا اللي حصل. ايه؟ ما شفتيش قبل الواد الدبالة المفتح وبيضحك على الخواجات؟ لا. اديكي شفت. ايوه بس واحدة زيي مكانش المفروض تعمل كده ابدا. بقول لك ايه؟ لا كده حلمين قوي بالصلاة على النبي. سيبك بقى من القلطة بتاعت المركب. ها؟ حاضر. انزلي تحت السرير. نعم. انزلي تحت السرير. ازاي ده بقى؟ انزلي تحت السرير، احنا واخدين اوضه نفر واحد. معقولة دي؟ حبك قوي الورده دلوقتي. حبك. ثانك يو فيري ماتش. نو بقشيش، اي ام ايجيبشن بوليس. ما بيدفعوش بقشيش. مع السلامه، يلا. يا جماعة اللي تحت. نعم. ما تطلعوا على السطوح شوية. يا ساتر، ده انا ضهري كان هيتكسر. انزلي تحت السرير. ايه ده انا لحقت. انزلي تحت السرير، الأوضة نفر واحد، انزلي تحت السرير. معقولة دي يا ربي؟ استنى عليا. حاططني في دماغك انت بقى، مفيش في اللوكال ده حد غيري. ثانك يو فيري ماتش، اند نو بقشيش، وانا رجيب شامبوليس. مع السلامة. بتضحك على ايه؟ شوف الزمن، من كام يوم كنت انا تحت السرير، النهارده انت اللي تحت السرير، سبحان الله غير الاحوال. يلا، والله لا اللي فوق السرير مستريح ولا اللي تحت السرير مستريح. يا دمك يا اخي. طب حقك عليا، ما تزعليش. ما هو لازم تفهم اني. ودي صوتك لاعرفه اللي احنا اتنين. ممدوح، خليك فاكر ان انا قبلت ان انا اجي معاك عشان نشتغل ونتعب ونعمل مستقبل وبس. واضح؟ واضح تمام. يلا نامي يا حسن، انت ليك هلكتي بالله في طول النهار. حاضر. طيب وين؟ هنام انا كمان. يعني ايه هتنام انت كمان؟ المرحله حراسه على الباب، هنام على الكرسي، انت هتنام هنا وانا هنام على الكرسي. الله، طب وايه اللي خليك تنام على الكرسي وفي سرير تاني؟ لان لو نمت على السرير التاني الصبح هيعرفوا ان احنا اتنين مش واحد، ويتهد كل اللي عملناه. لا عندك حق، انما ايه الذكاء ده كله؟ لا بقى ده احنا عيال بنحسبها بالكمبيوتر. هنقدر بس اخد الوساده الخاليه. اتفضل.
ممدوح. لازم انت تبقي تحت السرير. اه عالصبح كده. Good morning. Good morning. ايه ده؟ انت جايب اتنين فطار ليه؟ Excuse me, why two breakfast? One for you. Yes. And one for madam. أنتوا عارفين إنك أنت تحت السرير. يلا بينا نفطر بقى أحسن، أنا ميتة من الجوع. أنا اللي هيجنني بقى التدبيسة اللي أنا دبستها طول الليل على الكرسي ده. يتغزغز. بقولك ايه؟ ناوي تعمل ايه بقى بعد ما انكشفنا يا حلو؟ انا بقى ناوي انيمك بارخص طريقه للنوم في اوروبا. عارف انها تقيلة شوية بس بكرة بقى هتتعود عليها. انا مش فاهمة لزوم الحاجات دي ايه. شوفي بقى يا ستي، ده اخر طريقة للنوم في اوروبا، اسمها طريقة النوم المريح في مواجهة الريح عندما تتمدد وتستريح. انت ناوي تنيمنا فين بالظبط؟ في اي حتة اسمها لنا ربنا، المهم نحرص على القرشين اللي معانا لغاية ما نشوف اخرتها ايه. انا مستحيل اوافق على كده. بقولك ايه، تصعت قبل كده؟ لا انا بقى صعت، ثم انا هنا راجل البيت، الكلمه كلمتي والشورى شورتي. هو فين البيت ده؟ اوروبا كلها بيتنا. صيحه حلوه حقيقي. وبعدين فرويد قال عيش صايع شد عدوك على قفاه. بكلمك جد، صيحه جميله. اه يا رجلي. وبعدين طول ما انا واقف جنبك مفيش ولا عربيه هتقف. بقولك ايه، انا هستخبى ولما عربيه تقف لك هطلع لك على طول. طيب استخبى. طيب بليز تيك مي تو فولي روماني. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو سير. ثانك يو. ده استنى، ثانك يو عليك وعلى اهلك. شوف
وات هابن دي اسطى؟ بوش بوش جيف مي بوش مي مي عايز زقة بوش وانتوا كمان هنا عندكم زقة وانا فيها حيل عشان ازق زق كمان الله 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 يا ابن الحرامية كويس اللي انت عملته في نفسك ده. انا بصراحه كنت ناوي اخلص عليه خالص خالص بقى، بس حسيت ان له اولاد ابرياء بيترجولي وبيقولولي بليز انكل ليف دادي دادي كول هيز كريزي لايك فول ان ان ان. يعني مستعد تاخد تأبيدة علشان؟ تأبيدة مين؟ غلاوتك عندي تستاهل 15 تأبيدة واربعة اعدام. بلاش كدب وقولي. انا مستعد اقول لك كل اللي انت عايزاه بس بشرط تخلي ايدك كده على طول. ليه؟ لان الوجع كله بيروح من لمسه ايديكي والعذاب بيهرب من نظره عينيكي. يلا يا اسود على الكلام. من فضلك خليك جد بقى شويه. قولي هتعمل ايه دلوقتي؟ هعزمك على غدا فاخر يرم جتتك. هات ده فرشنا الصفر. ايوه انا احفر. ده فول مدمس ورانا هات ده عشاء القهوة. ده سروسي بقى القعدة. حنان. نعم. تيجي نعمل زي بتوع الاسكيمو. بيعملوا ايه؟ بيناموا كل اتنين في كيس. اكيد عندهم ازمة اكياس، لكن احنا الحمد لله كل واحد فينا عنده كيس. طيب تيجي نعمل زي بتوع سنغافورة. بيعملوا ايه دول كمان؟ قبل ما يناموا بيبوسوا بعض من مناخيرهم. بقول لك ايه، ما تيجي احنا نعمل زي بتوع مصر. بيعملوا ايه؟ بيناموا ويدوا ظهرهم لبعض. بس في مصر مفيش اكياس. بكره يبقى فيه. حق لو فكره الاكياس دي دخلت مصر تبقى مصيبه. كل ست تزعل من جوزها ترمي له كيسه في الشارع. تحبي اطفي لك النور علشان تعرفي تنامي؟ معاك مفتاح يوصل للقمر؟ لا ابدا، هي نفخه واحده بس باهي اللي هي. قولي يا ممدوح، أنا
املك ايه في الحياه؟ امل اغتني ويبقى عندي الفلوس زكاية بزكاية، ولاقي بنت الحلال اللي اتجوزها. واخده بالك من حته الجواز دي؟ واخده. ونخلف لنا 12 عيل وتبقى الحكايه اخر لخبطه. 12؟ حلوتهم كل اجازه واحنا خارجين نتفسح، كل واحد في عربيته. 12 عربيه، سته قدام وسته ورا، وانا وصاحبه الاسم والنصيب في عربيه مكشوفه في النص. والموكب ماشي والعلم واقفه، والموكب ماشي والعلم تزغرط، والموكب ماشي والعلم تعيط. الله، طب وهيعيطوا ليه بقى؟ عشان لما هيبقى عندي 12 عيل لوحدي محدش في البلد هيلاقي ياكل. استوب هيرا يا عرباجي، استوب هيرا يا علي، استوب هيرا يا علي عوض، استوب يا اخويا. ثانك يو. خير استوب عربولي. طب اخويا ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو، ثانك يو. افخرستو بارابولي، افخرستو. لو كنا عملنا الحركه دي في مصر كان العربجي قطعنا طبعا. بتهيألي هي القهوة دي. فكرك هتلاقي صاحبك اللي بتقول عليه؟ والله إذا لم يكن السيد عزرائيل قد تفضل بزيارته قبلنا يبقى هنلاقيه. وهيقدر يدبر لنا شغل. جرالك إيه؟ لازم يكون عندك ثقة وأنت معايا، يلا. يلا. سلام عليكم يا معلمين. نبي مصطفى بعرة موجود؟ سبيك إنجليزي؟ اتكلم عربي شوية شوية يا أيفا. خرستوفر بولي. فيها دي. ايه وقفت ليه؟ تتجوزيني كده من غير ما تعرف عني كل حاجه؟ ايه اللي ممكن اعرفه اكتر من كده؟ ما انت كويسه وزي الفل اهو. مش جايز يكون ليا ماضي ما يريحكش. كفايه ان اسمه ماضي عشان انساه، نعيش الحاضر والمستقبل. مستقبلك في انك تلاقي بنت اوروبيه غنيه تتجوزها، هي دي اللي ممكن تخلي حياتك مستريحه، مش واحده فقيره وعلى قد حالها زي حالاتي. الله، كل شيء ممكن يتباع وينشري الا الحب اللي في القلوب. مره قريت في كتاب ان الغربه والوحده بتخدع القلب وتوهمه بالحب من غير ما يكون موجود. حنان، انا من اول يوم شفتك فيها على المركب حسيت ان كل حاجه فيها متلخبطه. كنت بالنسبه لي نجمه في السماء مسموح لي اشوفها من غير ما اوصلها والمسها. ولما لقيتني جنبك على الارض بقيت اسعد مخلوق في الدنيا. عشان كده ترجيتك انك تقعدي واتمنيت من ربنا انك توافي. وديني قعدت. وديني تاني بترجاك انك تتجوزيني
وبرضه بتمنى من ربنا انك انت توفي. الله، ليه الدموع طايف؟ ما انت كمان بالدمع. حلو الجواز مش كده؟ ها؟ جواز حلو على فكرة، جواز جميل. الراجل ده زل عندنا. بكرة الصبح ننزل على السفارة ونكتب الكتاب ونعلي الجواب وابعت تفرح أمي وأبويا، وأنت كمان تبعت لأهلك وتقول لهم ربنا وقعني في الواد اللي هو. مش كده أمال، حيلك. هي دي كمان هتاخدها قفش؟ مش قلت لك يا قفش هنا لا تقفش نهاية؟ الكلام ده عن الدنيا مش عني. النهاردة أنت دنيتي وكل حياتي. المهم في بكرة مش النهاردة. بكرة هنعمله احنا بايدينا. انا بكفاحي وانت بجمالك ورقة قلبك اللي ملهاش مثيل. وانا كل ما ربنا يفتح عليا بكلمتين تقومي تعيطي؟ انا كده طول عمري كل ما افرح واكون سعيدة اعيط. بالطريقة دي بقى هتعيطي طول عمرك لان انا وسعيدك على طول. قوم يا جميل، انا اتاخر ويرفضونا. حنان 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 عزيزي ممدوح، كم كنت أتمنى أن أبني معك الأمال الحلوة التي عشناها، ولكن طريقي غير طريقك وحياتي غير حياتك. مع خطابي مبلغ ضئيل أرجو أن تقبله، ورجائي ألا تبحث عني أو تحاول أن تراني. أنا بالنسبة لك امرأة بالعنوان. الحمد لله على السلامة، ألف حمد لله على السلامة يا ضنايا. جرى إيه يا أم ممدوح؟ سيبي الواد يستريح شوية. أعمل إيه؟ مش مصدقة إني عشت وشفته داخل عليا من باب تاني. يا حبيبي يا ابني، ده أنت ليك وحشة كبيرة قوي. البيت من غيرك ما كانش له حس. الحمد لله، ربنا كريم. عارف إن إحنا غلابة ومحتاجين له. أيوة يا أخويا، محتاجين له جنبنا يا ضنايا. أما أروح أعمل لكم الشربات. أنا قلبي بيقول لي إن في حاجة كبيرة هي اللي رجعتك. حاجة ايه بس يا بابا؟ والله مش عارف، شايفك كده مهموم وحزين مش زي عوايدك. راجل راجل راجل، خليك فينا ميوحة دوحة حبيبي قلبي. لا لا لا، دوحة حبيبي قلبي. ازيك يا رب؟ ازيك؟ استنى بس خد، استنى اقعد. تصدق بالله ما صدقتش ماما لما قالت لك كده. ماما لا دلوقتي ماما، انت ليه انت مش ده امك؟ ابقى طول عمرك لسانك طويل حتى لما رجعت من اوروبا. استنى بس خد. يا اخويا سيبك من اوروبا، بلا اوروبا بلا وجع دماغ. لكن قول لي ايه اللي رجعك من اوروبا؟ انت ضربت هناك ولا ايه؟ اشتقت لكم يا اخي، وحشتوني. اشتقت لنا؟ انت شاتل الفقر يا فقر. يا اخويا ما تقولش كده على الواد. يا ست سيبيه، ابن خالته بيهزر معاه. ولا يهمك، انا ما تشيليش هم خالتي.
انا من بكره هشغله معايا في مطعم اللوكاندا. انا دلوقتي ليا كلمه هناك تقلب الكوسه بتنجان. انت اتجننت في حالك يا زغلول؟ عايز تشغله جرسون بعد ما خد بكالوريوس التجاره؟ تكونيش فاكره يا خالتي ان ابنك في بلاد بره كان هيشتغل رئيس مجلس اداره ولا امين شرطه اسم الله؟ ده بالكتير معروف يعني، يا بياع جرايد يا غاسله للاطباق. ولو اشتغل في المير ان شاء الله هيبيع هدومه. يو امال هو خد الشهاده ليه؟ استنى يا جوز خالتي عشان يتجوز بيها. اصل اهالي البنات بتوع اليومين دول مخهم متاخر 50 سنه لورا. اسمع يا ولد، انا مش فاهمه منك حاجه، تعالى معايا خلينا نقعد جنبك. اتفضلي يا اختي زي اختك تمام. اسمع يا اخويا، اسمع يا حبيبي، ربنا يخليك ليا يا رب. سيبي الواد بقى احسن اتهالك. وحشني يا اخويا وحشني. ايه انتوا ما عندكوش غير رغي، غير قوام طفايات السجاير بسرعه. نفس اللي قالك عليه احسن، انت مجنون ودماغه طائق. كل عيش كل عيش. بس الزباين كده، افرض المتر شافك وانت بتحلق في الولية كده قوي هيقول لك ايه؟ هي هي مين؟ هي زلوت. اسكت يا اخي، خليهم ما تزورك المشايخ ولا تعمل لك زار ولا تعمل لك حجاب ولا حاجة. كل ما تشوف واحدة تقول هي هي هي. اقول لك هي زلوت. انت ايه؟ التانية فقيرة وعندها شغلان على قدها. الحكاية فيها سر، انا راح اكلمها. تعال وقت ما نروح عشان كل عيش يعني. كل عيش. ايه واقفين طرقوا في الشغل؟ اطلع بالسيرفيس قدامي. اطلع بالسيرفيس. اطلع. يلا رب البيض. ده انا ما صدقت شغلتك يا اخي. والنبي يا حاج عشان خاطر نواتي سامحه. بشرفي لن اطالب الا باعدامه. انا المتر اوزوريس ابن منفيس يتعمل فيا ده كله بعد خدمه 19 سنه يا حاج اوزوريس. دي ظروفه الاجتماعيه القاسيه. ظروف ظروف ايه يا استاذ؟ ده انسان مخبول. تصور ان ابوه ساب امه واتجوز واحد غيره. إيه؟ ايوه دي امه قاعده ب 11 عيل يتمى مالهمش غير ممدوح وربنا. البلوى ده بيجري على 11 عيل؟ عيال يتامى فوق بعضيهم كده، يتامى غلابه. وكلهم نيله زيه؟ ابدا، دي عيال مبروكه دعوتهم مقبوله على فوق على طول صواريخ. يا ساتر يا رب. امال انا جاي لك ليه؟ جاي لك عشان احذرك. الواد عتريس اخوه الوصاني اللي تحت التحتاني لو فاعك دعوه هيبقى حالك من هنا، يجيبوا لك التابوت من هنا. يا ساتر يا رب. خلاص خلاص خلاص، انا هدوس على كرامتي واسامحه بس على شرط
ينزل يشتغل في المطبخ. بس كده ينزل في المنجم. انا هجيبهولك يبوس راسك. يبوس يا عم عفيس. الله مالك في ايه؟ انت بتقول لي ايه؟ ما منوره ايه؟ مش شايف ليه؟ دي تتحط كده تعمل سكه كده تحطها على الترابيزه. لا ده انت منحوس بقى. الله يخرب زينك. روح بوس على راس اوزوريس ابن منفيس. انا مش منقول غير لما اعرف ايه حكايتها بالظبط. مالكش دعوه بيها، انا نيابه عنك هتابعها، هعرف خطواتها، هجيب لك عنوانها، هجيب لك قرارها. اتفضل اتفضل. كان يوم اسود، كان يوم اسود يوم ما شفتك. البلد فيها 21 مليون ست، امي ما لقتش غير امك عشان تبقى اختها وانت تبقى ابن خالتي. ما انا منحوس. انت جيت من شويه وقاعد في الضلمه ليه؟ الظروف بتحكم. مالك متضايقه ليه؟ لا معلش، انا عارف الناس اللي انت خرجتي معاهم دول دمهم تقيل. ما تاخدش في بالك، انت عارفه ظروفي. وضعي في المجتمع ما يخلينيش اقدر اظهر كتير في اماكن عامه، وطبعا مش معقول احبسك في البيت. ما يطوعنيش قلبي. قلبك قلبك ده بيكره ناس كتير قوي. حنان عزت بينادي العواطف. تعبانه. تعب ده ما انس معاكي من يوم ما رجعتي من السفر يا حنان. وايه دخل السفر في كده؟ مش عارف، مناخيري شم حاجه كده مش عجباني. انت دايما بتشك في كل حاجه، والشك بيعذب. العذاب والتعذيب دي لعبتي انا يا حنان. انا منتظر الجوع. احكم معي احكم حرام. يعني كانت بتتسلى بيا. شوف يا ممدوح يا ابني، ولاد الزواج دول لهم هوايات تفلق. انا بكره هعدي عليها وهرمي لها فلوسها في وشها وافهمها يعني ايه كرامه ابن البلد. جدع على، ولو جدع بقى قولها يا لمين وشدها من شعرها زي بطل فيلم الشرشيح. فيلم ايه؟ الشرشيح. اي خدمه؟ هو في مقدم هنا ولا ايه؟ ولا انت بتشتغل هنا؟ ايوه. مين يا محبوب؟ واحد يا فندم بيعمل معايا تحليل. انت مين وعاوز ايه؟ ممكن الاول افهم مين سيادتك؟ للمره الثانيه بسالك انت مين وعاوز ايه؟ وانا للمره الثانيه والاخيره بقول لك مين سيادتك. بلاش قله ادب يا ولد. ايه كمل. انا عايز حنان هانم. حنان؟ عايز حنان ليه؟ ده موضوع خاص من ساعة ما كنا مسافرين سوا. مسافرين سوا؟ الحمد لله على السلامة يا ابني، أهلا وسهلا. اتفضل اتفضل يا ابني اتفضل. اتفضل اسرع. تفضل يا محمود، هات واحد ليمون للاستاذ يبل بيه ريقه. ومع الليمون واحد قوى ماله يعني فوق المظبوط بشعره عشان الواحد يوزن دماغه. اهلا وسهلا. اصل سيادتك شخطت فيها شخطه بره خلت الواحد. لا معلش معلش، على راي المثل بيقول لا محبه الا ما بعد عداوه. العداوه ليه يا فندم؟ ربنا ما يجيب عداوه يا لا ان شاء الله ما فيش حاجه. امال حنان هانم فين؟ الحقيقة حنان مش موجود، بس أنا وحنان واحد. أنت والدها؟ بالظبط، برافو برافو. أنت إنسان ذكي جدا ولماح، أنا فعلا والدها. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. اتفضل يا ابني اتفضل. ما يصحش يا عم يعني إيه؟ لا 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 لا، أنت حنان بنتي وأنت صديق حنان، تبقى في معزة ابني بالظبط. فندم العفو عفو عمي. أهلا وسهلا.
القهوه بقى يا عمي، القهوه ابو حنفي. والله يا عمي سيادتك الحقيقه في منتهى كرم الاخلاق. ميرسي. مع ان اللي يشوفك وانت بتشخط فيها بره يقول على سعادتك من ضرب اللبانه. ظريف ظريف قوي. قول لي بقى، احكي لي انت اتعرفت على حنان ازاي؟ ها؟ هو انا اصلي يعني قابلتها على المركب. هو انت؟ الله، هو هي قالت لحضرتك؟ حنان بنتي ما تخبيش عني حاجه خالص، ولو اني انا احب قوي اسمع الحكايه دي منك انت تاني. ها؟ والله يا عمي الحكايه زي ما انت عرفت بالظبط. يعني حنان هانم فهمتني انها بنت فقيره وعلى قد حالها زي حالاتي. فرحت بيها موت، حبيتها حبيتها. لا حبيتها جامد، انا اقول لك الحقيقه، حبيتها جامد قوي قوي قوي. قضيت انا وهي اسبوع، كان حته اسبوع، اسعد اسبوع قضيته في حياتي والله يا عمي. عارف يا عمي، هي اللي اتمنت انها تكون شريكه حياتي. والله يا عمي عظيم، هدف نبيل، جواز ابني نص دين ومفيش احسن منه. كمل يا ابني كمل كمل. فجأة بقى هي يا عم اختفت، عشت ايام سودا وهي مش معايا. لغايه ما رجعت بقى وشفتها امبارح صدفه. وشفتها فين بقى؟ شفتها تتعشى امبارح في الاوتيل. وانت كنت في الاوتيل؟ لا انا اصلي بشتغل هناك يعني. هي نعم شغلانه مش قوي، انما انا عندي مؤهل جامعي برضه. عم عظيم عظيم، ده انت نموذج من الشباب المتطور، وانا يعجبني قوي الشباب اللي بالشكل ده. انت قلت لي اسمك ايه بقى؟ اسمي ممدوح يا فندم، ممدوح احمد عبد الرحمن. انعم واكرم يا ممدوح، اهلا وسهلا. وطبعا انت دلوقتي جاي تخطبها مش كده؟ لا لا، اخطب ايه بقى؟ هي فين وانا فين يا عمي؟ هي اصلا كانت ادتني قرشين عشان تساعدني في الغربه، فانا جاي اشدهم لها. وبعدين كنت عايز اقول لها كمان، اي نعم انا فقير بس عندي كرامه وعزه نفس. مش انا مظبوط برضه عمي ولا ايه؟ من حقك من حقك يا ممدوح، عظيم. انا شخصيا يا ممدوح قلبي اتفتح لك بشكل فظيع. انت بتحبها اكيد، بتحبها. انا عارف بنتي حنان جميلة وتتحب. تعالي يا حنان، تعالي سلمي على ممدوح. معلش يا ابني، اصل البنات دايما كده بتتكسف قدام ابهاتها، لكن لما بتبقى لوحدها بتبقى يا حفيظ يا حفيظ. انت ايه اللي جابك هنا؟ انا جاي عشان ارجع لك فلوسك. مبروك، الاستاذ ممدوح خطبك، وانا شخصيا خدت تليفونه واسمه علشان ابقى اسال عليه. لا لا اطمن اطمن يا استاذ ممدوح جدا، احنا ما يهمناش الغنى ولا فلوس ولا، احنا كل اللي يهمنا الاصل والاصول، ناس طيبين. لا اطمن اطمن قوي يا ممدوح، وانا هبقى اسال عليك بطريقتي يا ممدوح. مع السلامه. مبروك، بقالك أبين، أب في مصر الجديدة وأب آخر في الزمالك. أنا مش قلتلك مناخيري شم حاجة أنا مش مستريح لها أبدا. أرجوك بلاش تفكيرك يروح بعيد. ويروح بعيد ليه؟ ده شيء واضح وقريب جدا، ده يا دوب أسبوع قضيتوه في حضن بعض. أرجوك كفاية كفاية. والكرامة والعفة والشرف كانوا معايا أنا بس. أنا ما اسمحلكش تكلمني بالشكل ده. ومين أنا أستناها عشان يسمح لي أتكلم؟ وأنا علمتك من زمان إني ما فيش صوتي على صوتي أبدا. اتكلمي
وليه؟ ايه اللي حصل بينك وبين الولد ده؟ والله ما حصل حاجة، ما حصلش حاجة. كذابة كذابة. تليفوني يا ممدوح. عشان انا واحدة سيف. لا شيخ. الو الاستاذ ممدوح؟ ايوه انا صديقة حنان. اه هي مش قادرة تكلمك، لكن في حاجة مهمة عايزة تقولك عليها. هي هتهرب الليلة من عزت، وبتقولك استناها بكرة الساعة 5 في الفجر اسكندرية في العجمي. بس العجمي ده كبير، فاني حتة بالظبط؟ عند كيلو 35. طيب بس ما عجبش سيرها لحد. مع السلامة. Blood pressure on 30 over 90. Pulse? 90 per minute. Pupillary reflex? Normal. Levinsky? Absent. Suspected PC. Most probably. فيش تباه يكون عنده ارتجاج في المخ. وهنضطر نخليه تحت مراقبة 48 ساعة. لو سمحت لك عشان تعمل. هلوس باسمها طول الوقت. بصراحة جوز خالتي، هقول لك الحقيقة يا خالتي، ممدوح حب من فوق، من فوق قوي، يا ريته كان حب من تحت زينا كلنا. أنا خايف على ممدوح. لا حول ولا قوة إلا بالله، قلبي كان حاسس من يوم ما رجع. طب والعمل يا ابني؟ أنا هتصرف. عايز حاجة حضرتك؟ أنا زغلول ابن خالة ممدوح. وعايز إيه؟ أصل ممدوح في المستشفى، طصته عربية وهو جاي معاد حضرتك. معادي أنا؟ أنا هو من سعادتك بعت لي واحدة صاحبتك ضربت له تليفون وحددت له معاد. أنا؟ أيوه، حتى بالأمارة المعاد كان في الفجرية. هما الأغنية بينسوا زينا ولا إيه؟ وهو عامل إيه دلوقتي؟ لا كويس، لا ممدوح كويس، رجله اليمين حلوة أوي ما شاء الله، رجله الشمال تلات أرباع. ممدوح من غلطي. وطول ما أنا في المستشفى حنان أرجوكي محي له عشان خاطري أرجوكي. قالوا تعرف قد ايه خايفة عليك وقد ايه بحبك. أنا سلامتك يا ممدوح.
تظلمنيش يا ممدوح. انا ما كدبتش عليك لما قلت لك اني قضيت معاك اجمل ايام عمري كله. انا بقالي سنين مش ملك نفسي، صدقني. والدك؟ مش والدي، جوزك. اهلا يا حبيبتي. ايه الاخبار؟ طمنيني. كله تمام. اربع مكانات في المصنع شغالين والخمسه بيصلحوها، وكل الطلبات سلمناها في موعدها. طيب عالي، كنت خايف لا اسمي ينتهي في السوق. عيب يا بابا، ده انت وراك رجاله. الله ينعل اول عيط. تعبتك معايا يا حبيبتي. ولا تعب ولا حاجه، بدليل ان النهارده رحت النادي وقعدت ساعه بحالها العب تنس. والله يا عيل فاتك راحه تلعبي لي تنس وانا قاعده في البيت عماله بذاكر. عشان حضرتك عندك شهادة السنة دي. يعني حرام لما تفك عن قلبها شوية، دي بقالها سنة شايلة الهم. أنا بضحك معاها يا بابا. ربنا ما يحرمنيش منكم. ولا منك يا حبيبي يا بابا. في ناس بتسأل على حضرتك يا بيه. ما قالوش مين؟ بيقولوا من الحكومة. خليك أنت مرتاح يا بابا، أنا هشوف مين. أيوه يا فندم. أمال سيد بيه فين؟ أنا بنته، أي خدمة؟ كنا عاوزين نقرض الفيلا ومحتوياتها ونروح المصنع نعمل له معاينة ونقرضه هو كمان. ليه؟ في أمر بوضع جميع ممتلكات سيد بيه تحت الحراسة. تحت الحراسة؟ ليه؟ أنا عملت إيه؟ أنا راجل طول عمري في حالي، ما حبتيش غير مصنع صغير فاتح بيه 50 بيت لخمسين عامل، ولا عمري عندي فلوس في بنك ولا عمري عملت حاجة بطالة. في تعليمات من فوق يا سيد بيه. عند علاجنا. اقرضوا البيت. الحقيقة يا بنتي انتوا صعبانين عليا. احنا مظلومين، بابا طول عمره راجل شريف وعصامي. فعلا يا بنتي، سيد بيه طول عمره راجل شريف وعصامي وفي حاله. طب ليه بيعملوا فينا كده؟ اسمعي، انا هسيبكم الليله تباتوا في الفيلا وهتحمل المسؤوليه على نفسي. تعالي لي بكره المكتب، يمكن ربنا يسهلها واقدر اساعدكم. اتفضل. ازاي صحة بابا النهارده؟ والله لسه تعبان، الصدمه كانت شديده عليه. والله انا مقدر. شوف يا بنتي، انا بحثت بجذور الموضوع، لقيت ان الحل كله في ايد عزت بيه. عزت بيه؟ اللي كلمني في النادي؟ ايوه. يظهر انك زعلتيه، مع انه راجل طيب، كلمة توديه وكلمة تجيبه. ده انا يا دوب قابلته مرة واحدة في النادي. روحي يا بنت ترجيه، استسمحيه، يمكن يلغي القرار. يلا اسمعي نصيحتي، انا قلبي عليكي. بس والله يا فندم انا ما زعلته في حاجة. اصل هو راجل لعيب، لعيب قديم، وخد على خاطره شوية. هو بيلعب تنس؟ لا، بيلعب كرة قدم.
شويت من الدرجة الأولى، عمري ما في شوطة خيبت منه أبدا. طيب أروح له. أهلا أهلا. أنا جاية لسيادتك في موضوع حضرتك عارفه. أنت رياضية وعارفة إن الدنيا دي ماتش كرة، فيها المكسب وفيها الخسارة. أنا بقى الحكم اللي ماسك الصفارة اللي يقول كده مكسب كده خسارة. بس الحكم لازم يكون عادل. المصلحة القومية فوق كل شيء. يا فندم احنا ما عملناش حاجة تستحق كل ده. ازاي بقى تهزقي الحكم وتكسري بخاطره وتقولي لي ما عملتش حاجة؟ دي جريمة لوحدها تستاهل الطرد من الملعب. علشان كده عايزين تطردونا من بيتنا وتاخدوا المصنع اللي عايشين منه؟ انا بنفذ قانون الملعب. كل اللي حصل ده من سلطاني، او بمعنى ادق جزء بسيط قوي من سلطاتي. بس احب اقول لحضرتك اننا مش هنسكت وهنشتكي لاعلى ناس في البلد. الشكوى حق مكفول لكل مواطن، وانا احب نلعب سوا ونشوف مين فينا هيكسب. ولعلمك انا عندي قدره ما حصلتش في تسجيل اهدافي. حرام عليك تعمل فينا كده. ثم انا ما كنتش اعرف حضرتك اما كلمتني وافتكرتك اي حد بيعكسني. فعليك عرفتي. كلميني كويس بقى، اديني ريحه. لا لا في عرضك، انا ما استحملش ابدا ست تعيط قدامي. انا قلبي ضعيف، وخصوصا لما تبقى ست حلوه ورقيقه زي كده. انا بعتذر لحضرتك وارجوك تسامحني اذا ما كانش عشان خاطري انا، عشان خاطر والدي المريض. مريض؟ بشرفي ما كنت اعرف. بقاله اكتر من سنه وهو راقد في البيت. لا سلامته سلامته الف سلامه. انا مستعد اسفره الخارج وعالجه في اكبر مستشفيات في العالم على حساب الدولة. كتر خيرك. بس ارضي انت عني، وخصوصا انا قصدي شريف. مش فاهم. افهمك، اما راجل يلاقي ست حلوة كده وجميلة ويبقى قصده شريف، يعني يبقى قصده ايه؟ قصدك تجوزني؟ تقريبا كده، بس في السر من غير زيطة وزنبليطة. يا راجل في مركزي لما يبقى جوز اتنين بالتالي يبقى شكلها وحش، مش كده؟ اللي بتقوله ده مستحيل، ده جريمة. يا ساتر، ما كنتش أعرف. على إذنك. لحظة من فضلك، ما تنسيش إن الكورة لسه معايا، والماتش اللي بيني وبينك قائم وهيفضل قائم ومش هينتهي لحد ما تيجي وتقولي لك ثلاث كلمات أنا بحب أسمعهم قوي. أنا تحت أمرك. مع السلامة. مع السلامة يا حلوة. بابا إيه اللي حصل؟ رضونا يا بنتي. اسمحي. في إيه تاني؟ مفاتيح العربية. دي عربيتي. محطوطة في كشف الحراسة. مش ممكن أديكم مفاتيح العربية. اديهم يا بنتي اللي هم عايزينه. العربية مش هتكون أهم من اللي راح. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. Thank you.
انت مستحيل مستحيل تاكليش ليه؟ الملح زيادة شوية. محمود افندم يبقى راجع الواد الطباخ ده السجن وشوف لنا واحد غيره. حاضر. حبيبتي انا طالع مهمة سرية كده لمدة اسبوع، ما نفسكيش في حاجة سرية كده اجيبها لك معايا؟ كتر خيرك. طيب أرجوكي تتفضلي وتتكرمي وتقبلي الهدية البسيطة دي. إيه ده؟ دي إشارة الصليب الأحمر، بقدمها لك هدية مقابل مجهوداتك وإنسانيتك بالنسبة للمرضى والمصابين وترددك على المستشفيات. قصدك إيه؟ أنت عارفة قصدي كويس جدا. أنا كنت مضطرة أروح أزوره. أولاً عشان أطلب منه يبعد عني. ثانياً لأن رجالتك هم اللي عملوا فيه كده. أنا كان قصدي أريحهم من الدنيا وما أتعبها. يا سلام على قلبك الطيب. الولد ده عاطفي بطبعه. تصوري بقى أنت مدى المعاناة والعذاب اللي هيعيشه. لأنه مش قادر يوصلك ومش هيقدر. مش الراحة له أفضل؟ أرجوك مالكش دعوة بيه خالص، وأنا وعدك إنه لا هيشوفني ولا هشوفه. والله بالشكل ده تبقي خدمتيه وخدمتي نفسك وريحتوني معاكم، لأن أنا الأيام دي كده ما عنديش مزاج ألعب ماتشات حبي، لأ. في صحتك، العقل كويس. ما احناش فاضيين، ورانا شغل. مبروك يا خالتي، خلاص ممدوح هيخف. هي دي زغلول اللي هو بيحبها؟ لا دي واحده شباب. هو انت يا زغلول ما تتكلمش جد ابدا؟ تعالي رايحه فين يا خالتي؟ رايحه ترجعها وابوس ايديها واقول لها ما تبعدش عنه. يا ساتر، زي اختك تمام، زي بابا، فوله واتقسمت نصين. عمر الحب ما يكون عايز وصل، مفهوم ولا مش مفهوم يا خالتي؟ تعالي يا خالتي اقعدي بس، اقعدي اهدي، اهدي بس، اقعدي يا خالتي. اتنين بيحبوا بعض هنتجسس عليهم عيب. ايه اللي هناك ده؟ ايوه خد بالك من الحقنه دي بقى. ايوه دوح. استنى يا خالتي. استنى. انا وسهلا يا دكتور. انا وسهلا. ازاي انت بص على المرضى بالشكل ده؟ لا اصل المريض اللي جوه ده بتاعي. نعم بتاع انا امه، انا اخ الاخ وانت وانا وانت وهي انت بتلخمني ليه؟ الله تعالى انا جايب له الدواء. نورت بيتك يا ابني. بس مش كانوا سابوه كام يوم كمان في المستشفى عشان نطمئن عليه؟ انا كويس يا ماما.
بنتي. اهلا وسهلا. البيت نور. كازوزه يا ام ممدوح. الكازوزه مش كفايه. طب شربات يا ام ممدوح. والشربات كمان مش كفايه. طب كازوزه وشربات يا ام ممدوح. وحياه النبي، لو نعرف ان حضرتك جايه النهارده لقلنا فرسنا الحاره كلها رمله. متشكره. يا اهلا وسهلا، عن اذنك. اتفضلي. عن اذنك يا بنتي. اتفضلي. اتفضلي. شوفتي بيحبوك ازاي؟ انا كمان حبيتهم قوي. انما قول لي يا استاذ، انت ازاي تهرب من المستشفى من غير ما تقول لي؟ انا ما عرفتش، هم اللي طردوني. انت عرفتي تيجي هنا ازاي؟ خدت عنوانك من المستشفى. عارفه انا لو اعرف ان خطه العربيه هتجيبك هنا كنت كل يوم اتخبط بعربيه. لا لا لا، وعلى ايه؟ نتقابل من غير حوادث احسن. اتفضلي يا بنتي. لا معلش، استاذن انا بقى. ما بعده، اصل عندي كم مشوار بخصوص المصنع. ده احنا كان نفسنا تقعدي معانا النهارده تاكلي معانا لقمه. معلش الايام جايه كتير. طب ده احنا فيها، ايه رايك تتغدي معانا بكره؟ بكره؟ مش عارفه. قولي لو تجبري بخاطرنا وتوافقي. طب خلاص اتفقنا. متشكره يا بنتي، كتر الف خيرك. استاذن انا بقى. انا هوصلك. لا معلش مفيش داعي، كلها كمسل اللي ما هو العربيه تحت. عربيه ايه؟ ده عالم بابا تحت. على الله بس الاقي فرد كاوتش. مع السلامة يا بنتي، مع ألف سلامة. شايف ابنك؟ عرف ينقب صحيح. طبعا، واتفتك طالع لابوك. خالتي. أهلا يا زغلول. من غير أهلا، مش هي دي؟ هي. الله، هي كانت هنا؟ أيوه، هتتغدى عندنا بكرة. الله، يعني أنا معزوم بكرة؟ طبعا يا وش الخير. الله، استنى يا جوز خالتي، طمنا السفر. إيه ده؟ أنت مسافرة؟ لا، رايحة بيت بابا. آه، إن شاء الله زيارة ولا طوالي؟ أرجوك يا عزت اسمعني مرة واحدة بقلبك وحكم عقلك. أنا من يوم ما عرفتك وأنا بسمعك بعقلي وبقلبي، ومع هذا اتفضلي اتفضلي كلمي. عزت أنا اديتك كل حاجة في حياتي، ما بقاش فاضل حاجة تانية ادهالك. اعتقني الوجه ليه؟ خليني أعيش اليومين الفاضلين من عمري. عشان الواد اللي هنفوت إياه. انت عندك ستات كتير، لكن هو ملوش غيري. انا ولا حاجة في حياتك، لكن كل حاجة في حياته. يا خسارة يا خسارة، كده تسيب عزت اللي بيحبك. انت ما بتحبش غير نفسك. اللي ملوش خير في نفسه ملوش خير في حد. لو ما سبتنيش في حالة انا هموت نفسي. لا، اللي بيموت نفسه بيروح جهنم. جهنم ارحم من اللي انا فيه. الولد ده شحنك زيادة عن اللزوم. أنا هسيبك تفكري، وأنا واثق إنك هترجعي لعقلك، وهترجعي عشان تقولي لي الثلاث كلمات اللي أنا أحب أسمعهم. أنا تحت أمرك. عمري ما هقولهم تاني، حتى لو كانت حياتي هي الثمن. كده؟ اعملي اللي يعجبك، بس المشي هيبتدي من ساعة خروجك من الباب ده. ما بقاش يهمني، حطينا تحت الحراسة تاني إذا كان ده يريحك، وتأكد إننا هنعيش، مفيش حد بيموت من جوع. مش حراسة، لا، أنا هلعب المشي ده بطريقة جديدة خالص. اعمل اللي يعجبك. ما تقلقش يا ابني، الغايب حجيته معانا. بقول لك يا خالتي ما تغديني، احسن ميعاد الشغل قرب وهتسوح. انا يا لا، استنى شويه، دايما فجعان كده. مش انا اللي فجعان يا خالتي، ده عارفين بطني. اكيد هي. يبقى ضمنا الاكل، ضمنا الاكل. وانا ممدوح عايز اقول لك حاجه، خليك هامش اول ما تدخل القلمين وشدها في قرارها على طول، وفهمها ان التاخير من غير سبب قله ادب.
استاذ ممدوح موجود؟ ايوه انا. انا هنا اخت حنان. اهلا وسهلا، اتفضلي. لا معلش، اصل حنان في البيت تعبانه شويه، وبعتتني عشان اعتذر لكم، وبتقول لك انها اسفه وتعدي عليها بكره ضروري في المصر. انا خايفه عليك مني. عزة هاوش مرة وانتصر، أنا متأكد إنه مش هيقدر يعملها تاني، ثم ما تنسيش حاجة، أنا واقف جنبيك. أي نعم لا قيمة ولا مركز، بس بحبك، وشوفي بقى الدوح لما يحب ده النهار أسود ونايم. هترجع شغلك إمتى؟ لا اطمني، وأنا جاي لك عديت عليهم لقيتهم استغنوا عن خدماتي. بتقول إيه؟ ولا يهمك، دول حمير، هما اللي خسرانين. طيب إيه رأيك تشتغل معايا هنا في المصنع وتساعدني؟ كلام رجالة؟ لا ستات طبعا. ما تيجي بقى تكملي جميلك ونكتب الكتاب علشان ننفذ اللي احنا اتفقنا عليه. ايه هو اللي اتفقنا عليه؟ ما مش اتفقنا هنجيب 12 عيل؟ لسه فاكر. حد ينسى احلى ايام عمره؟ بس انا ليا شرط. ايه هو؟ نقضي شهر العسل في نفس الاماكن اللي كنا فيها. طبعا. وناخد معانا الكيسين اللي كنا بننام فيه. لا، المره دي هناخد كيس واحد بس. ممدوح، ارحى ممدوح. ايه في ايه؟ ابوك ممسوك في النيابه ويحققوا معاه. اعترف بايه بس يا سعاده البيت؟ ده انا مظلوم والله مظلوم. المخزن بقاله معايا عقد 22 سنه عمره ما حصل فيه نقص. امال المره دي العجز اللي جه مخزنك يا راجل انت جه شيطاني؟ يا سعاده البيت، الجد اللي حصل ده ما كانش على اصوله ابدا. دول طلبوا مني المفاتيح وطلعوني بره، وبعد كده قالوا لي ناقص. معنى كده انك بتطعن في نزاهه اللجنه، وبما ان اللجنه من الحكومه يبقى معناها انك بتطعن في نزاهه الحكومه، وبما ان الحكومه بتمثل النظام يبقى انت بتطعن في النظام كله. انا والله ما طعنتش في حد والله. وديك بتكذبني. قررنا حبس المتهم اسبوع على ذمة التحقيق. خدوا مظلوم والله. ممدوح فريق يا ابني فريق. انا متاكد ان هو مش فريق، اكيد في حاجه غلط. بكره تبان ان شاء الله. خلي بالك من والدتك واخواتك. مش قلت لك اننا مش قده؟ هو مين؟ عزت. ايه دخل عزت في كده؟ رفضوك من شغلك ولفقوا قضيه لوالدك، ولسه مش عايز تصدق. من حقهم انهم يرفضوني، لان اول 3 اشهر الموظف بيكون تحت الاختبار، وعرضه انهم يستغنوا عنه. قضيه والدي غلطه في حسابات المخزن، بكره تبان وتظهر براءته. طب يلا روح عشان تطمن والدتك واخواتك. روحي انتي، انا هتمشى شوية وبعدين اوصل للمحامي. الترمال راح شبرا منين يا ولا؟ يا اخي قول نومك ثواب. كتكنيل انت وهو، وانت زي البغل، بغل انت وهو. الحقوني
العالم، التراب، الجاكيتة، العصاية. بتتنفس دلوقتي يا فندم. مش عايز اي غلط المرة الجاية. اتفضل. حاضر. هنا السيد عبد الحميد يا فندم. هي دي؟ ايوه يا سعادة البيه. ربنا ينتقم منك يا مفترية. في ايه حضرة الضابط؟ يا خرابي! كمان بتستعبطي؟ مش عارفة عملت ايه بيه؟ دي اخدتي اللي واقفه جنبك دي لشقه الجماعه عزاب. انا عمري ما شفتها. يا لهوي يا لهوي! وكمان بتكدبي؟ اه منك يا مجرمه. اه اسكتي انت خالص. اسكت ازاي يا سعاده البيت؟ اذا كانت هي اللي ضحكت عليا وخدعتني. قالت تعالي معايا انزل واحده صاحبتي وهنمشي على طول. ولما رحت هناك اتحججت انها تنزل تعمل تليفون وترجع بسرعه. اتريها اتريها يا سعاده البيت كانت بتبيعني اللي في الشقه. والله ابدا انا عمري ما شفتها في حياتي. دي بتكذب. انت متهمة بالتحريض على الدعارة. انا مش ممكن. انا معرفهاش. معرفهاش. طب انده للواد اللي كان بالشقة. انا نزلت من البيت رحت الجامعة واختي موصلاني بنفسها وحضرت كل المحاضرات حتى سألوا زمايلي. تعرف البت دي؟ ايه اللي اعرفه؟ ما هي دي اللي جابت البال لحد البيت. جالك كلام يا سعادة البيه؟ حتى ده كمان عمري ما اعرفه ولا شفته. دلوقتي عمك ما تعرفيني ولا شفتيني؟ شاطره بس تصحيني من النوم وتقولي لي جايبه لك هديه. هي دي بقى الهديه. شوفي يا بت، بدل التمثيل اللي بتمثليه ده اعترفي احسن وخلصيني. اعترف بايه؟ انا ما اعرفش حاجه. اعرفه بلاش افوضى. اختي بريئه وحضرتك والاساتذه عارفين قد ايه سمعتنا كويسه. ما تحاوليش يا بنتي تقنعيني ببراءتها لان القضيه مش في ايدي. انا عميد كليه وبس. وانا يعني اذا كنت بعتلك فده علشان تعرفي ان مستقبلها في خطر اذا القضيه ثبتت عليها. طبعا يعني في الحاله دي الكليه هتفصلها ومستقبلها هيضيع. صدقت بقى اننا مش قده؟ حنان لازم نفكر بهدوء. نفكر في ايه تاني؟ رفدوك من شغلك وانت مظنون. والدك في السجن وهو مظلوم. واختي مستقبلها هيضيع وهي مظلومه. هو ده عزت اللي انت ما تعرفوش. وهو ده جبروت اللي مالوش حدود. ارحمي نفسك طيب. ارحمني انت وسيبني في حالي. وكفايه اللي جرالك وجراي. اللي جرالي مش مهم. لاني بحبك. لسه هتتكلم تاني عن الحب. مش قلت لك ان خلاص ملوش وجود في حياتنا. الحب عمره ما يموت. المهم الصبر. والامل. يا ريتك سمعت كلامي وصدقتني لما قلت لك ان طريقي غير طريقك. كنت وفرت عليا وعليك مشوار طويل ملوش نهايه. خير.
المرة دي إن شاء الله جاي تتكلم في الشبكة والمهر ولا في معاد الجواز؟ لا لا، أنا في الحقيقة لقيتك بتدور عليا وعمال بتبعت لي رسائل واحد ورا الثاني، قلت أجنب نفسي، خصوصا وأنا كمان عايزك في موضوع عظيم عظيم. ما كفاية كده؟ بس سيبنا في حالنا. يا ابني انا طول عمري في حالي، ما بتعرضش لحد ابدا. كل اللي بنقاسيه النهارده بسببك. يا انا قوي للدرجه دي؟ ما كنتش اعرف. صدقني صدقني، انت لما اقول لك انك مهما افتريت مش هتكون اقوى من ربنا. في ناس كتير قبل منك افتروا بس راحوا اتداسوا برجلين. كلمة زيادة لا. الكرسي اللي انت قاعد عليه ده مش هيدوم. فكر في يوم القيامة. قيامة؟ ده اليوم اللي هنقف فيه كلنا من غير كراسي ومن غير محاسيب. شو بقى، انا صايع قوي ما وريش اي حاجة، فبدل ما نطلع كل شوية واعمل لك قلق تلايمها والنبي. ها فوتك بعافية يا عمي. الشاب ده أعصابه تعبانة جدا، خدوه عالجوه تكسبوا فيه ثواب. سيادتك ما تعرفيش مندوح راح فين؟ لا اصله ما جاش البيت من امبارح. ما جاش ليه؟ مش عارفين مش عارفين. يا ترى انت فين يا ابني؟ يا ترى انت فين يا ما تخافيش، ممدوح بخير هيرجع لكم. ممدوح امر ولا رجاء؟ توسل. عظيم عظيم. مشكله ممدوح وابو ممدوح واختك والمصنع
دي كلها مسائل بسيطة جدا وممكن حلها بسهولة. بس اسمع منك التلات كلمات اللي انا بحبهم. اصلي بحبهم قوي قوي. اشوف ممدوح الاول. عظيم. واطمن انه عايش. عظيم. وانه هيرجع لاهله. عظيم. عرفت من مين ان انا هنا؟ مش مهم عرفت منين. هو هكون رحت له. مش لازم نضعف ابدا. هيخرجوك دلوقتي من دوا. بقولك لو كان تمر خروجي هو عذابك، انا مش عايز اخرج. اسمعهم بقى. اصل انا بحب اسمعهم قوي قوي. انا تحت امرك. شطره وعاقله وكده احبك اكتر. هتفضلي قاعدة مكلضمة كده طول السكة؟ مش المهم أكون معاك وبس؟ من غير ما تبوزي. أنت عارفة إن أنا راجل بحب الضحك والفرفشة. أنا مرتب لك مفاجأة هتسعدك قوي. سفرية لليونان على نفس المركب اللي سافرتي عليها قبل كده. بس المرة دي المرة دي هتسافري معايا أنا. أنا ما عنديش استعداد للسفر. مش مهم. المهم ان انا خططت، ولما عزت يخطط مفيش قوه في الدنيا تقف قدامه. فاهمه؟